نشرة الأخبار مع علي السعدي. أهلا بكم إلى هذه الساعة الخبرية وتتابعون في عناوينها. الكاظم يؤكد تفاعله بعمق مع معاناة الأهالي في السليمانية ويتعهد باستجابة الاستحقاقات الإقليم وكل مدن العراق. وسط استنكار وإدانات نيابية، إطلاق سراح مراسلي قناة العراقية بعد ساعات من اعتقالهما، ومحتجو سليمانية يواصلون التعبير عن غضبهم. على وقع احتجاجات الإقليم، وفد كردستان يفاوض بغداد على اتفاق العام السابق ويطالب برواتب الأشهر الماضية. وتتابعون دوليا، تركيا تواجه عقوبات أوروبية أمريكية بسبب النزاع شرق المتوسط والتسليح الروسي، وأردوغان يصفها بغير القانونية. أهلا بكم. استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وجرى في اللقاء بحسب بحث المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتكاتف من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التهاني للشعب العراقي ولتشكيلات القوات الأمنية كافة بذكرى النصر على الإرهاب. جاء ذلك أثناء حضوره احتفالية انطلاق تأسيس الفرقة الوطنية للتراث العراقي. الفرقة الوطنية للتراث التي عندها مسؤولية كبيرة بنقل التراث من جيل إلى جيل، ونحن نعيش تحديات التكنولوجيا التي حاول تحرم أو تمنع أجيال جديدة من التواصل مع الماضي. فعندكم مسؤولية كبيرة، نبارك هذا الجهد الطيب وهنيكم على هذا الإبداع الذي يصنع الحياة. أهنيكم كذلك انضمامكم إلى فريق وزارة الثقافة. تعاون بالصبر سوف نحقق الكثير. حبيت أهنيكم مرة ثانية، أتمنى لكم كل التوفيق، وأقول لكم قضية واحدة، أنه الإبداع هو يصنع الحياة، ودائما الحياة تنتصر. السلاح لا يصنع البسمة ولا يصنع الحياة. عليكم مسؤولية كبيرة. هذا عمل كما ذكرت قبل قليل، بعض الآلات عمرها أكثر من 5000 سنة، فيجب أن تنتقل هذا التجربة وهذا التراث من جيل إلى جيل. في خطوة تنسجم مع توجهات الحكومة العراقية، أعلن السفير الأمريكي لدى بغداد الانتقال للمرحلة التالية بشأن تقليص تواجد القوات الأمريكية في العراق. ويأتي هذا القرار تزامنا مع الذكرى السنوية لإعلان النصر على داعش، عملا بالاتفاقات المبرمة والحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. تزامنا مع عيد النصر العراقي على داعش الإرهابي، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن انتقالها إلى المرحلة التالية من مهمتها في العراق، حيث قال السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر إن بلاده ستقلص وجودها العسكري، بينما تأخذ قوات الأمن العراقية زمام المبادرة، مع التأكيد على استمرار عمليات التدريب والمشورة عملا بالاتفاقات المبرمة بين بغداد وواشنطن. الوضع الحالي العراقي تغير كثيرا، فهناك جيش قوي للعراق الآن، وأصبح للحكومة بعض المركزية التي تستطيع أن تتحكم فيها في القوى الداخلية وغيرها، وبالتالي انتفت الحاجة إلى ذلك التواجد الهائل للقوات الأمريكية في فترة داعش. مراقبون يرون أن تصريحات السفير الأمريكي
قد تكشف توجها جديدا للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يولي المشكلات الداخلية لبلاده أهمية أكبر، فضلا عن اختياره الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع الذي سبق وأن أشرف على عملية سحب 50,000 عسكري أمريكي من العراق في عام 2011. السياسة الأمريكية الخارجية متحركة رملية تختلف من مرحلة إلى مرحلة ومن حزب إلى آخر، بالتالي هو ليس مع إبقاء القوات وهو مع سحب القوات، وهذا ما تتطلبه المرحلة القادمة. يعني لا يريد أن يدخل في صراعات لديهم مشاكل كبيرة في الداخل الأمريكي، بالتالي انسحاب القوات هو يخفف الأزمة والزخم الحاصل داخل المجتمع الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد قلصت عديد قواتها في العراق خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من 5,200 عسكري إلى نحو 2,500، ومن المؤمل سحب 500 جندي آخر قريبا. وتأتي تصريحات السفير الأمريكي في بغداد منسجمة مع توجهات الحكومة العراقية الرامية إلى جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، عملا بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تضامنه مع معاناة أهالي إقليم كردستان ولا سيما في السليمانية. الكاظمي أشار في تغريدة على حساب تويتر إلى أن الغضب مبرر نتيجة لسنوات وعقود سبقت. الكاظمي أكد أن الحكومة ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات شعب إقليم كردستان وفي كل مدن العراق. أطلقت سلطات إقليم كردستان سراح مراسلي قناة العراقية الكردية في شبكة الإعلام العراقي، الزميل أمين أحمد والزميل سيروان برزان، بعد اعتقالهما أثناء تغطيتهما أحداث التظاهرات التي شهدتها السليمانية. مكتب العراقي الإخباري في السليمانية أفاد بأن المراسلين أطلق سراحهما بعد ساعات من الاعتقال التعسفي، وذلك خلال تغطية الاحتجاجات والتظاهرات المستمرة في السليمانية وبعض المدن منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب والأزمة الاقتصادية في الإقليم. من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعب الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان بغير القانونية والمخالفة للدستور وقوانين حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. وأضاف الكعبي أن المتظاهرين والإعلاميين في كردستان لم يكونوا سببا في الفساد الموجود وعدم حلحلة مشاكل النفط. رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية نعيم العبودي انتقد من جهته اعتقال مراسلي قناة العراقية الكردية في السليمانية أثناء قيامهما بواجبهما المهني في تغطية التظاهرات. العبودي وفي تغريدة له عبر تويتر دعا إلى ضرورة احترام القيم الديمقراطية ودعم العمل الصحفي النزيه الحر. تجددت التظاهرات اليوم في السليمانية المطالبة بالحقوق المشروعة وصرف الرواتب المتأخرة، فيما فرقت القوات الأمنية هناك جمعا من المتظاهرين أمام مبنى الحكومة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع، وذلك عقب دعوة أطلقها نشطاء لتجديد الاحتجاجات فيما أسموها جمعة التضامن والاستمرار. وتجمع المتظاهرون رغم التجديدات الأمنية والاستنفار الأمني المكثف في مداخل المحافظة الرئيسة وشوارعها أيضا. تم قطع عدد من الطرق الرئيسة فيما منعت السيطرات في مداخل المحافظة 4 نواب معارضين من الدخول إليها. وعادت التظاهرات في مدينة حلبجة رغم قرار فرض حظر التجوال. وفي خطوة معبرة عن التضامن والإسناد، دعت عدة جوامع في السليمانية عبر مكبرات الصوت المواطنين إلى دعم التظاهرات الاحتجاجية
والمطالبة بالحقوق المشروعة في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات رغم تجديد الإجراءات من قبل السلطات الأمنية هناك. هذا ويواصل الوفد الكردستاني مباحثاته مع المسؤولين في بغداد لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل. المتحدث باسم نائب رئيس وزراء حكومة كردستان سمير هورامي قال إن الوفد الكردي ليس لديه خطوط حمر في التفاوض حول القضايا المالية والنفطية، مؤكدا أن الوفد يجتمع مع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس البرلمان لشؤون التفاوض بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. رامي ذكر أن الكرد لا يمتلكون وسائل ضغط قوية في بغداد أو البرلمان تمكنهم من تحصيل المستحقات المالية لكردستان خلال عرض مشاريع القوانين للتصويت. كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الرباعي عن أن الزيارات السابقة لوفود إقليم كردستان إلى بغداد كانت تراهن على عامل الوقت. الرباعي وخلال تضييفه في نشرة سابقة قال إن الإقليم لم يلتزم بتسديد مستحقات النفط، مؤكدا أن بيع النفط يجب أن يخضع لسيطرة شركة سومو. كل الزيارات السابقة وأنا موجود في لقاءات عديدة مع الأخوة في إقليم كردستان كانت تلعب على عامل الوقت حقيقة. في موازنة 2019 عندما وضعنا 250 ألف برميل لم يلتزم الإقليم كردستان بتسديد 250 ألف برميل، وأيضا في يعني في سنة 2020 وغيرها في الموازنة في القانون العجز الأول. لذلك أصبح هنالك قرار نيابي يعني كأنما هو إجماع داخل مجلس النواب بأن لابد أن يكون في قانون الموازنة يمنع تزويد إقليم كردستان بأي تخصيصات مالية ما لم كل ثروات العراق سواء كانت في الإقليم أو في محافظات العراق الأخرى تحت سيطرة الحكومة الاتحادية. وزير النفط السابق ثامر الغضبان قال بأن إقليم كردستان يبيع ما يقارب 550 ألف برميل نفط، برميل من النفط، إذن لابد أن يخضع هذا البيع تحت سيطرة شركة سومو. بدورها أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالد خليل أن هناك أصوات نشاز تنقل أرقاما غير حقيقية لأسعار بيع النفط كي لا تكون هناك علاقة مستقرة بين حكومتي بغداد وأربيل. وخلال تضييفها في نشرة سابقة أوضحت أن مقدار تسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو تحدده موازنة عام 2021. توجد مثل هكذا اتفاقيات مطلقا، ولا يمكن يعني ان يباع في هذه الاسعار اللي قل عنها 10 دولار. هذه الامور غير حقيقيه، هذه امور تثيرها بعض الجهات من اجل ان لا تكون هناك علاقه مستقره ما بين الاقليم وما بين الحكومه الاتحاديه. كما ذكرت هناك اصوات نشاز، هذا الموضوع يتعلق بمرور انبوب النفط عبر تركيا والجبايه، يعني هذا موضوع يتعلق بالجبايه، موضوع لا يتعلق ببيع النفط. أما مسألة تسليم النفط إلى شركة سومو بالمقدار الذي سيكون محددا وفقا لموازنة 2021. منذ وصوله الخميس الماضي يعقد وفد حكومة إقليم كردستان اجتماعات مكثفة مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق لإنهاء المشكلات العالقة بين الجانبين، وفي وقت تشير فيه تسريبات إلى أن المحادثات ركزت على تفعيل اتفاق سابق كانت قد وقعته بغداد وأربيل وتضمينه في موازنة العام المقبل. مباحثات مكثفة واجتماعات متواصلة يعقدها وفد الإقليم المفاوض في بغداد مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية منذ وصوله مساء الخميس الماضي، وتشير التسريبات إلى أن صيغة الاتفاق السابق في موازنة عام 2019 سيدرج ذاته في موازنة عام 2021، فيما تجري المباحثات على إمكانية تسليم الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم للأشهر التي سبقت إقرار قانون تمويل العجز المالي.
هناك طلبات قدمت من قبل الأخ قباط طالباني للحكومة العراقية تتضمن مطالب الإقليم في إطار الدستور والقانون حول ما يتعلق بالوضع الاقتصادي لإقليم كردستان. هناك حتى هذه اللحظة استجابة مهمة جدا من قبل الحكومة العراقية بعد لقاء وزيري النفط والمالية. النائب صادق الصليطي عضو اللجنة النفط والطاقة النيابية شدد على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بما نص عليه قانون تمويل العجز المالي بعدم تحويل الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم وارداته النفطية وغير النفطية، كاشفا خلال اتصال هاتفي مع العراقية أن الإقليم يبيع نفطه خارج اتفاق الحكومة مع منظمة أوبك وبأقل بنحو 10 دولارات للبرميل الواحد من سعر النفط العراقي، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بعقود الشراكة التي وقعها الإقليم مع شركات النفط العاملة فيه، وهو ما اتفق معه خبراء اقتصاديون. ينبغي أن تحل أولوية هذه العقود، ينبغي أن تكيف قانونيا ثم بعد ذلك يتم التحاسب على أساس أنه الإقليم يسلم إلى حكومة المركز، يبيع بشكل مباشر، تخصم من حصة العراق من منظمة أوبك، أن تكون خارج عن الحصة. هذه التفاهمات يفترض أن تكون لها الأولوية قبل الاتفاقات النهائية على النفط. ويخسر العراق ما مقداره 3 تريليونات دينار شهريا نتيجة تخفيض صادراته النفطية نحو 1 مليون برميل يوميا تنفيذا لقرارات منظمة أوبك التي تطالب العراق بتعويض لعدم التزام الإقليم بالتخفيض وبيعه النفط دون علم الحكومة الاتحادية وفق نواب. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. في ظل التعافي التدريجي لأسعار النفط عالميا وتجاوزها مدة الانهيار الذي ضربها منذ آذار الماضي جراء جائحة كورونا، تحدث خبراء عن إمكانية تقليص العجز المالي في موازنة 2021. مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ما زالت التسريبات تتحدث عن أن احتساب سعر البرميل فيها لا يتجاوز 44 دولاراً. خبراء المال والاقتصاد أكدوا في حال بقاء أسعار النفط على حالها أن العجز في مشروع الموازنة سينخفض إلى حد كبير في وقت تدور النقاشات وعلى عدة مستويات حول جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تعمل على تعظيم الإيرادات. ممكن أنه تأمين هذه المبالغ فيما لو استمرت أسعار النفط في هذا المستوى، يعني من 50 إلى 52 دولار. تعرفون إحنا العراقي يبيع بعلاوة، العلاوة ما تتجاوز 1.6 دولار. إذا أضفنا مثلا الإيرادات المنافذ، إيرادات الأخرى اللي تضمنها، أعتقد راح يعني ممكن أنه يعني ينخفض العجز يعني كثيرا ويقترب أقل، قد يكون أقل من 1 مليار دولار بالشهر. برلمانيون أشاروا إلى خطوات عديدة من شأنها أن تعمل على تفادي العجز والاقتراض المستقبلي باتباع آلية جديدة ونظام جديد في تحصيل الجباية المالية، إضافة إلى حصر أعداد الموظفين الحقيقيين في دوائر الدولة وتفعيل الاتفاق الصيني. وفيما يخص الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان لإقرار الموازنة حال وصولها إليه، أكدوا حاجة مجلس النواب من 1.5 إلى 2 شهر للاطلاع على بنود الموازنة من خلال مناقشات مستفيضة. الحكومة تستطيع أن تتخذ إجراءات كثيرة بهذه الخصوص، أولا من أجل التفادي أن لا يكون عجز واقتراض داخل وخارج في موازنة 2021، لابد أن تتخذ الحكومة الخطوات التالية: أولا تفعيل الحقيقة الاتفاقية الصينية العراقية، اثنين معرفة عدد الموظفين الموجودين في دوائر الدولة وفي الوزارات من أجل أنه معرفة ما مقدار الرواتب والأموال التي يستلموها، ثلاثة تشخيص الفضائيين الموجودين، لهم كثير من الفضائيين الموجودين في أغلب الوزارات ويتقاضون راتب وهم لا يؤدون أي عمل. وتكمن أهمية الموازنة في تنشيط القطاعات الاقتصادية التي تضيف للناتج المحلي قيمة حقيقية. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد.
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بالتزامن مع قرب إطلاق لقاح فايزر المضاد لكورونا شجع الأمال بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية ولا سيما في العراق بعد أن تجاوزت الأسعار 50 دولار للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط سترتفع إلى 70 دولار للبرميل حسب ما يرى مختصون. مع قرب الإعلان عن لقاح مضاد لفيروس كورونا أسعار النفط العالمية تتجاوز حاجز 50 دولارا للبرميل الواحد لأول مرة منذ آذار الماضي. هذا التعافي بحسب متابعينا سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات التي أوقفت تعاملاتها الدولية بعد تفشي الفيروس في دول العالم. عندما بشرت الشركات بالوصول إلى ربما نتائج نهائية أكيد بدأ الاقتصاد يتحرك، وبالذات الشركات النفطية بدأت تتعافى، معظم القطاعات بدأت تعود إلى الحياة الطبيعية، بدأت الشعوب ترفع كثير من القيود، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمية بشكل عام. ويرى مختصون في مجال الطاقة إن أسعار النفط ستصل خلال الفترة المقبلة إلى 70 دولارا للبرميل الواحد بعد تفاؤل الأسواق النفطية بانحسار وباء كورونا وسياسة المنتظرة للرئيس الأمريكي الجديد التي يجب أن يسودها التفاهم مع منظمتي أوبك وأوبك بلس لرسم سياسة تخدم الدول المنتجة والمصدرة للنفط على عكس ما انتهجه دونالد ترامب والمتحالفين معه. إذا ارتفعت الأسعار ما بين 60 و70 هذه جدا جدا ممتازة ومجدية للعراق، إضافة إلى ذلك أنه تخفيض الإنتاج، إحنا الآن نخفض بحدود 800 ألف برميل 830، هذا كله راح يرجع، وبالتالي يعني عائدات العراق راح توصل إلى 7 و8 مليار دولار شهريا. الإدارة الأمريكية كان ترامب يعني حقيقة هو سبب أساسي بخفض أسعار النفط قبل الجائحة من خلال التآمر على الأوبك. اللقاح المنتظر والإدارة الأمريكية جديدة عوامل ستسهم بشكل كبير بتحسين أوضاع السوق النفطية وتنشيط رأس المال العالمي. فالعراق مطالب بحسب مختصين باتباع سياسة اقتصادية جديدة وفق هذه المعطيات لتعضيد وارداته المالية. من بغداد حسن الفواز، العراقية الإخبارية. العاصمة الإدارية المصرية كانت أبرز محطات اليوم الثالث من زيارة الوفد العراقي إلى القاهرة. فالوفد يسعى إلى توقيع الاتفاقية للاستفادة من الجانب المصري في الجانب التنموي والاستثماري من أجل بناء المجمعات السكنية العمودية وإعادة إعمار المناطق المحررة أيضا. بعد الحديث مطولا عن تبادل التجارب والخبرات واستثمار الإمكانات المادية والبشرية لبناء مجمعات سكنية عمودية وإعادة إعمار المناطق المحررة والمدمرة في العراق، كان لا مناص من زيارة العاصمة الإدارية كواحدة من أفخم المشاريع العمرانية وأكبرها على مختلف المستويات في مصر، والتي كانت أبرز محطات اليوم الثالث من زيارة الوفد الوزاري إلى القاهرة، كونها تمثل وبحسب وزراء انموذجا يمكن الاستفادة منه في العراق. عندما زرنا هذه المدينة ترسخت الفكرة لدينا بإمكانية تطوير مشروع بسماية من خلال التطوير العقاري. الدولة غير معنية بالصرف على هكذا مشاريع، ولكن يمكن بتأسيس شركة مساهمة لإدارة مشروع بسماية، ويمكن أن تطور الأرض من خلال بيعها لمطورين عقاريين وبإنشاء بنايات وحي تجاري وما إلى ذلك من المتطلبات الأساسية للساكنين في المدن. نتطلع طبعا إلى تعاون وثيق مع الجانب العراقي في نقل الخبرات المصرية إلى العراق، شركات مصرية تقدر أنها تقوم بدور تنموي وإنشائي مهم في العراق، فأعتقد أنها فرصة أيضا لرجال الأعمال المصريين وأيضا لرجال الأعمال العراقيين. الأمين العام لمجلس الوزراء كشف للعراقية حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية التي أبرمت مع مصر، مؤكدا في الوقت ذاته عدم إمكانية مقارنتها مع اتفاقية الصين بسبب الاختلاف في التفاصيل وطريقة التنفيذ. بالنسبة لرؤية الحكومة استكمال المشاريع المتوقفة سابقا ومن ثم
إعداد استراتيجية لإنشاء مشاريع جديدة. اتفاقية صينية تختلف، والاتفاق الصيني أقصد يختلف جذريا عن الاتفاق المصري. اتفاق المصري هناك بعض الشركات التي نحتاج من الجانب المصري، ونعتقد أنه هي الزيارات المتبادلة الغاية الأساسية هي تقوية العلاقات ما بين الدولتين سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا. ويتوقع الوفد الوزاري أن تترجم زيارته السبت بتوقيع رسمي لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات استثمارية وزراعية وصحية، فضلا عن تنموية وعلمية وخدمية. أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، القاهرة. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من القاهرة هناك مدير مكتب العراقية الإخبارية أحمد محمد صالح. أهلا بك أحمد إذا كنت تسمعني. بداية، العاصمة الإدارية المصرية كانت أبرز محطات اليوم الثالث من زيارة الوفد العراقي إلى القاهرة. إلى أين وصلت نتائج هذه اللقاءات؟ ما هي أبرز الملفات التي طرحت على طاولة الحوار؟ أهلا بك يا أحمد. نعم، تحية لك علي وللسادة المشاهدين. الحقيقة علي، كما ذكر في التقرير أن اليوم الثالث هو أبرز محطات كانت زيارة العاصمة الإدارية، كونها واحدة من أهم النماذج أو التجارب المصرية في ميدان الإسكان، في ميدان البناء العمودي، في ميدان التطوير العمراني وغيرها من الأمور. تحدثنا خلال اليومين الماضيين من هذه الزيارة، زيارة الوفد، وخصوصا يوم أمس كان مكتظا بزيارات ولقاءات ثنائية ما بين الوزراء العراقيين ونظرائهم المصريين. كل وزير ذهب مع نظيره المصري. كانت هناك زيارات لمقرات الوزارات، كانت هناك زيارات لبعض المشاريع والمؤسسات التابعة لهذه الوزارات. الجميع أكد على حرص أن يكون هناك تبادل في التجارب، في الخبرات العلمية والميدانية، أن يكون هناك تبادل علمي، تبادل فني أيضا. أن يكون يعني نتحدث عن ملفات مثل ملفات التخطيط التي كانت أولى اللقاءات. هناك حديث دار حديث مع يعني رئيس الوفد العراقي الدكتور خالد بتال، وهو أيضا وزير التخطيط، حول يعني الاستفادة من التجربة المصرية في مجال السياسات السكانية والتنمية الاقتصادية والبشرية وغيرها من الأمور. تحدثوا يعني يوم أمس أيضا شهد ملف الحديث في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، وهو ربما كان له حصة الأساس من هذه الزيارة. لا سيما أن هناك الكثير من المفاصل والنقاط التي تناقش يعني تمت المناقشة فيها من قبل الطرفان ومن قبل الوفد العراقي مع الجانب المصري، لا سيما في بعض المشاكل التي يعاني منها الطلبة العراقيين. علي، نتحدث عن أكثر من 22 ألف طالب في ما بين يعني تابع للتعليم العالي والبحث العلمي ما بين الدراسات الأولية والدراسات العليا يدرسون هنا في مصر، بالإضافة إلى رغبة الكثيرين. ولكن هناك كانت تواجه بعض المشاكل أمام هذه الطلبة، منها يعني موضوع الموافقات الأمنية والفيز، وأيضا حتى فرق التوقيتات، يعني بداية العام الدراسي ونهاية العام الدراسي ما بين مصر والعراق. تم يعني مباحثة هذه يعني أو التباحث في هذه النقاط بشكل تفصيلي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وأيضا تم يعني الاتفاق على زيادة المنح العراقية، أيضا على أن تكون هذه المنح يعني تحديدا من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لمراعاة الحالات الإنسانية وأيضا الكفاءة العلمية والمتفوقين، على أن يكون هناك حصة للمتفوقين وغيرها الكثير من الملفات التابعة في هذا الملف. أيضا نتحدث عن الملف أو القطاع يعني الصناعة والمعادن، أيضا هناك كان اتفاق على أن يكون يعني توسيع أو الاستفادة من التجربة المصرية في تنشيط القطاع الصناعي العراقي وتلبية المنتجات أو تفعيل المصانع العراقية. أيضا نتحدث عن قطاع الزراعة، كان هناك لقاء ما بين الوزيرين وتم الاتفاق على أن يكون هناك تبادل وزيارات متبادلة من قبل خبراء الزراعيين التابعين للوزارتين، أو أن تكون هناك أيضا تبادل في التجارب والبحوث الزراعية الحديثة. أيضا نتحدث عن قطاع الصحة، يعني أكد للعراقية الدكتور حسن الجبين وزير الصحة العراقي بأنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على أن يكون هناك
والشباب تعاون طيب في مجال الصحة أحمد في أحمد يعني التحديات التي طيب أحمد من ضمن هذه الاتفاقيات التي طرحت أقرب هذه الاتفاقيات للتطبيق يا أحمد بأي يعني الحالات العلاجية وأيضا الأدوية لا سمو أن مصر تمتلك يعني مكانة طيب كبيرة في التعليم وأيضا يعني صناعة الأدوية أيضا لدينا يعني قطاع حسب ما يعني حسب ما يعني سؤالنا وايضا يعني لقائنا مع الرئيس الوفد العراقي الدكتور خالد بستار وايضا مزاملتنا ومرافقتنا للوفد العراقي خلال ايام الزياره الثلاث التي مضت ويعني ضمنها اليوم كان هناك يعني ربما اقرب الى الواجهه هو الاسكان العمودي مجمعات الاسكان العمودي التي يرغب العراق بالاستفاده من التجربه المصريه لدخول في مجال الاستثمار العمودي أيضا في مجال البنى التحتية وفي مجال معالجة العشوائيات في مجال التعداد حتى في مجال التخطيط والتعداد السكاني كما تعلم حدثنا هناك ربما التحديات تواجهها في موضوعات يعني طيب أنا أشكرك الشكر الجزيل. كنت معي عبر خدمة سكايب من القاهرة أحمد محمد صالح مدير مكتب العراقي الإخباري هناك. شكرا لك أحمد. العوائق أمام حماية المنتج المحلي الوطني باتت عاملا يؤرق أصحاب الشركات والصناعات العراقية وينعكس في الواقع على شكل بطالة في حين يطالب معنيون بإنهاء الفساد المستشري وإحكام السيطرة على البضائع الداخلة إلى العراق. يعاني العراق من وضع اقتصادي يتسم بالصعوبة في ظل الأزمات المتوالية التي يتعرض لها فترة أزمة مالية وأخرى زراعية وثالثة صناعية. تضارب البيانات من قبل بعض الجهات التي تحاول تزيين الأوضاع بصورة بعيدة عن واقعيتها فتعددت وتنوعت العوائق أمام حماية الإنتاج المحلي بالشكل الذي يقرره الدستور إذ يبرز ذلك بشكل واضح من خلال عدم تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ الحدودية تحديدا على السلع الداخلة إلى العراق. بعض من المرتشين موظفين فاسدين في المنافذ الحدودية يدخلون كثيرا من البضائع والسلع والمواد اللي تنافس البضاعة الوطنية ولا يهتمون على الرغم من أن قانون العقوبات وقانون تنظيم التجارة والتعليمات التي تصدر من وزارة الزراعة بمنع الاستيراد في فترات محددة يعاقب عليها بأشد العقوبات. محاولات لإفشال الصناعات الوطنية استمرت منذ سنوات وحتى الآن والتي تمثلت بتعطيل عدد من المعامل والمصانع والشركات العراقية من أجل تحقيق منافع خاصة من قبل بعض المستفيدين التي تنعكس صورتها بزيادة أعداد العاطلين عن العمل كواحدة من نتائج تلك المحاولات. لدينا صناعات رائدة ولكن مع الأسف هذه المعامل متوقفة بفعل الفساد وكذلك وجود الطبقات الطارئة على الاقتصاد. ينبغي على عقلاءكم حكمالكم رجالات الدولة والذي لديهم باع طويل في الصناعة إحياء الوضع الصناعي وكذلك دعم ومساندة الصناعة وإيجاد فرص العمل للشباب وفتح صفحة جديدة من أجل إنقاذ هذا البلد العزيز من المنزلق. عشرات المليارات تهدر وتتحول إلى استثمارات في قطاعات مختلفة من قبل أياد متنفذة تحاول عرقلة الإنتاج الوطني الذي ربما يبصر النور فيما لو طبقت عليه الإجراءات القانونية بشكل فاعل بحسب مراقبين. من بغداد سجى جاسم، العراقية الإخبارية. لا يزال قانون المدن الصناعية ينتظر التعديل في بعض فقراته كونه لم يمنح حتى الآن رخصة التمليك للمستثمرين وهو ما يسبب مخاوف من الخسارة، فيما يؤكد مختصون عدم وجود أي توجه لإنشاء مدن صناعية في ظل الأجواء المربكة التي يعيشها البلد من عدم وجود أموال أو بطء في الإجراءات الروتينية في إكمال المعاملات في دوائر الدولة. بين فترة وأخرى يتجدد الحديث عن توفر مساحات جغرافية يمكن أن تستثمر لإنشاء مدن صناعية متكاملة، لكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماما، إذ أن قانون المدن الصناعية رقم 2 لعام 2019 لا يمنح رخصة التمليك للمستثمرين مما يجعلهم ينفرون خوفا من الخسارة في ظل بيئة غير آمنة.
هيئة المدن الصناعية هي نفس الموظفين اللي يشتغلون بوزارة الصناعة اللي لليوم ما قدروا يشغلون مصنع بوزارة الصناعة، وموازنة عالية لهذه الهيئة. دعيت يعني إلى اجتماع ويا معالي الوزير والمدراء العامين، ماكو أي توجه حقيقي للمدن الصناعية. أنا أريد أشوف رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء اللي يدعون أنه هم مع القانون مع المدن الصناعية، ماذا قدموا إلى الآن إلى المدن الصناعية؟ رئيس اتحاد الصناعات العراقية أوضح أن وزير الصناعة أبدى تفاعله بالملاحظات المؤشرة على قانون المدن الصناعية خلال اجتماعات عديدة مع صناعيين ومستثمرين محليين، لكنه أوضح أن الوزارة أو مجلس الوزراء لم يتخذ أي إجراء للشروع بتعديل القانون، علما أن هذا التعديل والملف يمثل عنصرا أساسيا في معادلة الإصلاحات الاقتصادية. المفروض الدولة تنظر إلى ما هي الفائدة من الموضوع. الفائدة أنه أنا أحقق صناعة، يعني هل أفضل أخذ إيجار 10 ولا 20 مليون لو أشغل لفت 50-60 ألف مثلا صناعي؟ طبعا قانون إذا يصير تمليك راح يوطن الصناعي العراقي داخل العراق ويجذب الصناعي اللي هرب خارج العراق. إجراء الإيجابي يطول له سنوات، لكن السلبي في لحظة يتحقق، هاي مشكلتنا بالعراق. ويتجه أغلب المستثمرين نحو إنشاء مدن صناعية وفق قانون الهيئة الوطنية للاستثمار لرصانة فقراته وخلوه من نقاط غامضة أو تمثل ممرات لسرقة المال العام أو الابتزاز. ويتحدث متابعون عن إن هناك مدن صناعية حكومية صرفت عليها أموال طائلة على الورق، فيما لا توجد أي بنى تحتية على الأرض، أموال منهوبة وملفات مغلقة بإحكام. من الذي يتمكن من فتحها واسترداد أموالها واستغلالها لتعديل وضع العراقيين كما يوعدون خلال شاشات التلفاز والمؤتمرات الرسمية؟ من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. شارع التاجي الذي يعتبر مدخلا من مداخل بغداد حول رحلات المواطنين الذين يسلكونه إلى رحلة عذاب بحسب ما وصفوها، داعين إلى إكسائه وإنهاء حقبة الإهمال التي طالت لسنوات، خصوصا أن الشارع يربط بين مدينتي صلاح الدين ولينوى وبغداد. حوادث مرورية مستمرة يشهدها طريق التاجي شمالي العاصمة بغداد، ومعاناة لا تنتهي واجهها مستخدمو هذا الطريق بسبب التكسرات والمطبات، وسط مناشدات المواطنين بضرورة إيجاد حل لطريق بات يسمى طريق الموت. هذا طريق الموت أنا أسميه، رحلة العذاب. هذا الطريق من أجي به وأرجع به رحلة العذاب أسميه. يعني السبب سبب اللوريات وسبب الدولة اللي ما تشوف لنا شارع للشارع. يعني الشارع يعني شارع ما حد يقدر بعد يبلطه، صار سنين شوف لنا شارع هذا الشارع، والله العظيم لعبينا طوى، لا خلى سياره ما دقتها هذاك اليوم، حتى سيارتي من جوه تفلشت بالتل مال الشارع بلاط وتل عاليه وتفلش الكيس كله وبالشارع نمت. يا شارع هو هذا؟ هذا شارع مال التاجي. اي على اساس بوابه، هي شو وين البوابه؟ كل شيء ماكو. شنو اذا نبنا احنا صارنا 3 ساعات بهالشارع؟ هنا 20 كيلو، شوف التبليط هذا ينمشي عليه، هذا شارع يربط من زاخل بغداد مو كيلو ولا انت هسه شوفه، هذا هو شارع ينمشي هذا كله تكسرات، هذا هسه من السيطره مال النبا عليه، هنا انا صارنا بثلاث ارباع ساعه. رداءة هذا الطريق ومرور عجلات الحمل بشكل كبير عبر طريق التاجي شكل اختناقات وزخما كبيرا للعجلات الصغيره القادمه من محافظات صلاح الدين والموصل، وضرورة إيجاد خط ناقل يكون مخصصا لحركة عجلات الحمل والشاحنات. هذا يسموه طريق الموت، هذا يومي حوادث، يومين هزة تروح برياء، هذا مو بس تاسات كله تصميمه حتى غلط، لأنه كثرة السيارات وسايد واحد ذهاب وإياب، المفروض اللوريات خط واحد، سيارات الصغار خط واحد، فهاي مآسي عند العان من عدا. والله أسوأ مدخل بالعراق هي هاي مدخل موصل باتجاه بغداد، مدخل موصل بغداد التاج اللي هسه احنا واقفين به. وتعاني أغلب مداخل العاصمة بغداد من الإهمال وسوء التخطيط بسبب فشل مشاريع تطوير هذه المداخل التي تفتقر لأبسط الخدمات من طرق وبنى تحتية.
من بغداد حسام التميمي، العراقية الإخبارية. الاستحواذ على المناطق الخضراء وتحويل جنسها بعمليات مكشوفة دون دفع العائلات إلى التنزهات المكتظة بالناس، وشوه وجه العديد من المناطق في بغداد. الزميل عباس ناعم رصد لنا هذه المخالفات وجاء بهذا التقرير. حتى وقت قريب كانت العاصمة بغداد تتمتع بمساحة خضراء واسعة، انحصرت أجزاء كبيرة منها وذهبت لصالح مشاريع أخرى، فالمساحات التي خصصت كحدائق في المناطق السكنية والتي تمثل متنفسا للأهالي تم الاستحواذ عليها أو تغيير جنسها، وبالتالي تتوجه تلك العائلات إلى المتنزهات العامة التي في غالبها تكون مكتظة وخصوصا أثناء المناسبات. هاي استثمار صارت للأهالي، زين كل من بدأ يأخذ اللي المتنزه لمقابله، اللي يسوي جراج، اللي يسوي له حديقة خاصة، يعني ما أشوف هذا الشيء لائق بينها. تفتح هاي المناطق الخضراء لأن هاي عندنا عوائلنا محصورة، بعض العوائل ما تقدر تطلع لا مطاعم ولا غيرها من كثرة الشباب والازدحامات، فأكو عوائل تريد منتزهات هيك فارغة. أبسط مثال هي هاي مثلا حديقة الرحبي بالعظمية، يعني هي كانت حديقة واسعة وكذا، صارت قهوة، صارت ملعب مطوبة، وصارت مركز عيادة، عيادات وغسل سيارات ومن شنو، هي غرضها الأساسي كانت تصير حديقة. فيما استثمار تلك المناطق الخضراء في غير مجالها مثل اندثارا للتخطيط الأساسي للعاصمة بغداد، والتي وبحسب القانون الخاص بالمناطق السكنية ينص على وجود متنزهات ومدن ألعاب ومساحات خضراء لخلق بيئة متكاملة وصحية للأهالي، خاصة مع محدودية وقدم المتنزهات من جانب وغلاء المناطق الترفيهية الأهلية من جانب آخر. المساحات الخضراء بدأت تتقلص، بدأ العائلة العراقية تختنق، بغداد بدأت بصراحة تتزاحم فيها الكونكريت، تتزاحم فيها المولات، واختفاء تماما إلى ساحات الخضراء. المناطق الخضراء صار عليها تجاوزات، صار عليها استثمرت في غير ما مهيئة أو مؤهلة إلى هي كمتنزهات أو حدائق للأحياء بداخل بغداد، فنشوف هاي المناطق تقريبا اندثرت أو انزالت كمسطحات خضراء. تزايد أعداد سكان العراق وتحديدا بغداد يحتاج إلى خلق بيئة آمنة تتعلق بالجوانب السياحية والترفيهية، خاصة تلك التي تتعلق بداخل المناطق السكنية والمناطق التي تم التجاوز عليها من جهات عديدة ولأسباب كثيرة. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. توقعت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان اتخاذ المنظمة قرارات بشأن الموافقة على استخدام لقاحات كورونا من فايزر ومودرينا وأسترازينيكا خلال الأسابيع المقبلة. من جهته قال عضو منظمة الصحة العالمية فان كيركوف أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول متلازمة ما بعد الإصابة بالفيروس وتأثيراته على جسم الإنسان. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات متروكة للدول المعنية. المتحدثة باسم المنظمة ماريغريت هارتس أوضحت في تصريح صحفي أن منظمة الصحة تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات الفيروس المرشحة، مؤكدة أنها لم تجز حتى الآن الاستخدام الطارئ لأي لقاح. قال وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار أن موافقة الولايات المتحدة على اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا من شركة فايزر يجب أن تصدر في غضون أيام. آزار أوضح في تصريحات صحفية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أبلغت شركة الأدوية بأن